اليوم سيد محمد الحلبوسي يعني حين نتكلم بواقعية أكثر يعني الرجل يعني رقم مهم في العملية السياسية، لديه علاقات مع جميع الكتل السياسية، هو أساس وفاعل في ائتلاف إدارة الدولة، هو الذي جعل العملية السياسية تسير نحو الأمام في حكومة السيد محمد الشياع السوداني. كمراقب بس اسمح لي، كمراقب أنا ما مقتنع بكلمة رقم بالعملية السياسية. راح أضرب لك مثال بسيط، فاز الجعفري صار المالكي رئيس وزراء، فاز المالكي صار وكلهم لحد هذه اللحظة صار فازوا الفتح وسائرون جاء عادل عبد المهدي، فاز اليوم كل هؤلاء هم رقم في العملية السياسية، كل هؤلاء تكلمت عنهم مرقم في العملية السياسية سواء سنة وشيعة، فهؤلاء لهم دور سياسي سواء انتهى سواء باقي، لكن هؤلاء هم أرقام في العملية السياسية. في بعض الأحيان نرى اجتماعات هنالك أشخاص جالسين في اجتماع نقول يعني لماذا هذا جالس في هذا الاجتماع، فبالتالي هو أكيد لديه رؤية ولديه رأي. يعني لحد هذه اللحظة عادل عبد المهدي خرج وهو يحضر اجتماعات ويحضر لقاءات كثير من الأمور وغيره وغيره وغيره، فبالتالي الموضوع ليس بهذه الصورة وليس بهذه الكياسة الذي ممكن سيد محمد الحلبوسي يذهب ويجلس في بيته وغدا سوف يتم محاكمته على كثير من القضايا. الموضوع ليس بهذه الصورة. العملية السياسية في العراق بنيت على أساس شراكة، على أساس يعني اتفاقات، على أساس يعني لا يمكن أن يتم اختزال سيد محمد الحلبوسي بهذه الصورة. مو أكيدة مثلا أنه يروح للسجن أو يحاسب، بس هواي زعامات كانت لها دوار وكانت مواقع تنفيذية كبيرة خصوصا حتى بمجلس النواب، ولكن صاروا رؤساء كتل وصاروا زعامات وقاعدين ومو شرط. وممكن هذا يحصل لسيد محمد الحلبوسي، يعني ممكن هو اليوم استراحة مقاتل يذهب باتجاه حزبه ويذهب باتجاه استراحة مقاتل هاي. نعم ممكن أن يكون في مرحلة أخرى في منصب أفضل، في مكانة أفضل، في رؤية أفضل. يعني ترى سيد محمد الحلبوسي يمرض ولا يموت.